مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله وسهلا فيكم معنا في لقاء وتواصل جديد يجمعنا وياكم في برنامجكم الرياضي الحدث من الآن ولتمام الرابعة. كالعادة إن شاء الله راح تكون معنا جولة رياضية محلية وأخرى أيضا عالمية، وحدثنا اليوم إن شاء الله تعالى راح يكون حول مؤتمر عمان الرياضي وأيضا المعرض المرافق لهذا المعرض أو المؤتمر من خلال تواجد الأستاذ فهد الرئيس. نتمنى لكم إن شاء الله ساعة مفيدة وممتعة، ونبدأ المشوار مع جولتنا الرياضية المحلية. حدد الاتحاد العماني لكرة القدم مكان وزمان انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، والتي ستكون بين قطبي شمال الباطنة صحم وجاره الخابورة، حيث تم تحديد الساعة 7:15 من يوم السبت 30 أبريل الجاري موعدا لنهائي الحلم، ذلك بالمجمع الرياضي بصحار تحت رعاية معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك. وستحتضن مدينة صحار نهائي أغلى الكؤوس بين فريقين من محافظة شمال الباطنة للمرة الأولى، وستكون بلا شك مواجهة جماهيرية ومثيرة بكل المقاييس. وشكلت وزارة الشؤون الرياضية واتحاد الكرة فريق عمل مهمته التنسيق والمتابعة لإبراز المباراة بالشكل الذي يليق بها، ومن المقرر أن يزور هذا الفريق المجمع الرياضي بصحار لوضع كافة الترتيبات المتعلقة بحفل الختام واستقبال الضيوف والجوانب اللوجستية الأخرى. للتصدي، هذه للعبور، هذه من أجل المشاهدة، هذه من أجل أن نتفرج، هذه من أجل أن توج فريق الهيئة العامة للطيران المدني بلقب بطولة وزارة النقل والاتصالات لعام 2016 بعد فوزه المثير على فريق المديرية العامة للطرق والنقل البري ب3 أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب نادي الأمل، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات. وسجل أهداف فريق الهيئة العامة للطيران المدني اللاعب محمد الرواحي، بينما سجل هدف فريق المديرية العامة اللاعب منير العلوي. وفي نهاية حفل الختام قام راعي المناسبة بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، كما تم تكريم المجيدين بالبطولة بنسختها الخامسة. وحصل أنور السناني على لقب هداف البطولة، فيما حصل سالم الحضرمي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، في حين حصل موسى البلوشي على لقب أفضل حارس. اكتفى منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد بالمركز الرابع في ختام منافسات بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد في نسختها الثانية، والتي أقيمت بجمهورية مصر العربية، حيث حل منتخبنا الوطني رابعا في أداء غير مرض ومنافسة غير مقنعة للجميع، ليخرج بميداليتين وحيدتين فضية وبرونزية فقط. وظفرت جمهورية مصر العربية باللقب بعد تصدرها مجموع النقاط، وفي سباق أو سياق متصل منح الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد السلطنة وساما تقديريا على دعم رياضة التقاط الأوتاد والجهود الكبيرة في إشهار هذا الاتحاد واستضافة مقر الاتحاد الدولي بمسقط، وكذلك الدعم الكبير المقدم من حكومة السلطنة لهذا الاتحاد.
هل تمنيتم أن تجدوا كنزاً مليئاً بالمفاجآت القيمة؟ ليس عليك أن تغوص بأعماق البحار ولا الحفر بالصحراء، ليس عليك حتى أن تترك مكانك. فصد الجماهير بقناة عمان الرياضية، لديه الكنز لكم. 10,000 ريال عماني من الذهب لعشرة فائزين، وهذا ليس كل شيء. لدينا أيضا مفاجأة أخرى في الكنز، مفتاحين لنيسان بترول الجديدة كليا، وأكيد لكل كنز يوجد هدية إضافية، ولدينا 10 منها. للاشتراك ليس عليك إلا أن ترسل كلمة صدى برسالة نصية للأرقام التالية. ماذا تنتظر؟ اغتنم هذه الفرصة واشترك Just passing would get it ball. It's a finish, and Spurs the age lead 1-0. His first goal for the club. The timing of the break, absolutely superb. الدوري البلجيكي على عمان الرياضية. اختتمت يوم الأمس فعاليات مؤتمر ومعرض عمان الرياضية 2016 في نسخته الرابعة، وذلك في فندق جراند حيات مسقط تحت رعاية معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وبحضور معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية سعد بن محمد المرضوف السعدي وعدد من القيادات الرياضية، ومنهم الشيخ خالد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، ومعالي الدكتور عبد الله الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وممثلي اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات واللجان الرياضية والإعلاميين. وللحديث أكثر عن أهمية متابعينا الكرام هذا المؤتمر الذي تنظم وزارة الشؤون الرياضية للمرة الرابعة، يسعدنا أن نستضيف معنا في استديو البرنامج الفاضل فهد بن عبد الله الرئيس المشرف العام على مؤتمر عمان الرياضية. مساك الله بالخير أستاذ فهد، وحياك الله معنا في برنامج الحديث. حتى الأخ عيسى، وأشكركم للدعوة وللحديث عن مؤتمر عمان. نبارك لكم أكيد نجاح مؤتمر عمان الرياضي، واليوم انطلاقة المعرض المصاحب لهذا المؤتمر. نعم، بمشيئة الله مساء اليوم بتنطلق ويتم افتتاح معرض عمان الرياضي تحت رعاية معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد مرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية في تمام الساعة 7، وبحضور نخبة من الرسميين اللي تم توجيه الدعوة لهم من رؤساء الاتحادات والرئيس اللجنة الأولمبية وباقي الشركاء. جميل، احنا أكيد معك راح نتحدث عن تفاصيل كثيرة حول هذا المؤتمر، لكن دعونا هذه المرة نذهب إلى تقرير حول هذا الحدث نتابع. في خطوة رائعة تقوم بها وزارة الشؤون الرياضية للمرة الرابعة بإطلاق مؤتمر عمان الرياضي، وذلك بفندق جراند حياة تحت رعاية معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، بحضور معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، حيث يندرج هذا المؤتمر ضمن خطة الوزارة لتحقيق رؤيتها المتصلة بتوفير خدمات وتسهيلات رياضية ذات جودة لممارس الرياضة ودعم الرياضيين عامة ورياضيي المنتخبات بالخصوص، مع تفعيل مجالات التنظيم والاتصال والتسويق وإيجاد شراكة مع المؤسسات ذات العلاقة. ويعمل المؤتمر برؤية عصرية نحو تناول أهم المواضيع المطروحة على الساحة الوطنية في مجال الرياضة والشباب. وأكد مؤتمر ومعرض عمان الرياضي في نسخته الرابعة على ضرورة اعتماد معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة الهيئة الرياضية وتعزيز القدرات الإدارية للهيئات الرياضية بالانفتاح على مكونات المحيط من الكفاءات الإدارية المحترفة، ودعوة الهيئات الرياضية ومساندتها في وضع خطط استراتيجية عصرية
تتفق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وكذلك على ضرورة اعتماد معايير الشفافية المالية بما يعزز من منسوب الثقة مع الجهات المانحة من القطاع العام والخاص، وتطوير البرامج القائمة لاستكشاف الرياضيين بالأسس العلمية المعتمدة وتعزيزها بالموارد البشرية والمالية، والانفتاح على الأندية وعلى الرياضة المدرسية، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لصقل مواهب الرياضيين ومرافقتهم فنيا وعلميا وطبيا. وقد أقيمت في المؤتمر 4 جلسات حافلة، وكانت الجلسة الأولى بعنوان الإدارة الرياضية، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان التمويل الرياضي، بينما الجلسة الثالثة جاءت بعنوان عرض التجارب الشبابية الناجحة، أما الجلسة الرابعة فحملت عنوان أهمية قطاع الناشئين كأساس للمنظومة الرياضية المتكاملة. وسيفتتح مساء اليوم المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي ستشارك فيه العديد من الاتحادات والأندية واللجان الرياضية. تحية لكم مشاهدين الحدث. إذن مرة أخرى نعود مع ضيفنا الكريم في استوديو البرنامج أستاذ فهد الرئيس للحديث أكثر حول هذا المؤتمر والمعرض الحدث الرياضي الأكبر اللي تنتظرها السلطنة كل سنة، ويأتي هذه المرة في نسخته الرابعة. أكيد أستاذ فهد، يعني الاستفادة من تجارب الآخر في نقول في أوروبا أو في أو مختلف دول العالم، وأيضا نقول جديد القوانين والأنظمة والأمور، أمور كثيرة تهم الشأن الرياضي بشكل عام. فتحدثنا بداية خاصة، وإحنا قبل شوية تعرفنا أيضا من خلال التقرير عن الجلسات، كانت في الإدارة الرياضية، كانت في أيضا جانب له علاقة بالتمويل الرياضي، أيضا استعراض تجارب شبابية عمانية ناجحة، وأيضا الاشتغال على النشأ قطاع الناشئين. نعم ما في شك، يمكن محاور مؤتمر عمان الرياضي الرابع أتت ومثل ما ذكرنا احنا في الكلمة الافتتاحية بين التواصل والتجديد. التواصل من خلال ما تم استعراضه في المؤتمرات الماضية، وبالذات في جانب الإدارة الرياضية. حاولنا نحن الآن نركز أعمق بشكل أعمق في محور الإدارة الرياضية. المؤتمر الماضي ركزنا على موضوع الحوكمة وموضوع الإدارة الرشيدة، الآن ركزنا بشكل أكبر على موضوع حسن اختيار مجالس الإدارات، تفاعل الجمعيات العمومية، خاصة الأخ عيسى احنا مقبلين مع نهاية هذا العام على دورة انتخابية جديدة، فكان من الأهمية بمكان ان نحن نسلط الضوء على هذا الجانب. وما تمخض، لو لاحظنا اليوم ما تمخض عن المناقشات وأوراق العمل بعض التوصيات ذات الصلة بما سوف يعني بيقام في الفترة القادمة. ناهيك ان موضوع التمويل الرياضي تناولناه في الفترات الماضية من خلال نواحي الاستثمار، من خلال تقديم بعض النماذج اللي قد ناجحة في بعض الدول في موضوع التعامل مع التسويق والرعاية، وكان لنا حضور من نماذج من نادي الجزيرة الإماراتي ونادي أهلي دبي، وكذلك من القطاع الخاص من خلال البنك الوطني، عن مجموعة كانت في هذاك الوقت. هالمرة ركزنا على موضوع التمويل الرياضي من منظور المؤسسات الغير ربحية، وكيفية أنها تستطيع أن يعني تغطي مصاريفها من خلال إيرادات، وتغطي خاصة أن اتجاه كبير اليوم من عمل الإدارات الأندية أو الهيئات في جانب الاحترافي. جميل. والجانب الاحترافي يشمل أن هناك مصروفات أكثر تكون موجودة عليه، والجزء الآخر في التمويل الرياضي أن المنشآت الرياضية التي تملكها الأندية بغض النظر عن مستوياتها قد تكون عامل جذب وعامل إيراد للأندية، وهنا وجدنا كيفية أن تكون هذه المنشآت المتاحة أن تكون عامل جذب. جميل. هل تطرقتم أستاذ فهد إلى معنى ومفهوم الاحتراف بشكله الحقيقي؟ لأنه من خلال أيضا تجربة محلية احنا لازلنا في البدايات، وشيء جيد أيضا أنتم لامستم الواقع الرياضي. لذلك تناولتوا وحددتوا أيضا هذه الجلسة لها علاقة بشكل عام حول الإدارة وما لها وما عليها من تنظيم وتخطيط، وأيضا شفافية، وأيضا شيء له علاقة بالرقابة أيضا. نعم.
هو دائما حسن الإدارة وحسن تنظيم الجانب الإداري تتفرع من خلاله بعد ذلك كل الأمور اللي خاصة بطريقة الصرف والرقابة والتحريز والتخطيط وإحراز النتائج، كلها مرتبطة بحسن الإدارة في المقام الأول وهو ما ركزنا عليه. في المؤتمرات الماضية كان التركيز على إيجاد التشريعات التي لا تتعارض مع المنظمات الدولية، والحمد لله صدر المرسوم السلطاني بتنظيم هذه العلاقة، وأصدرت الاتحادات الرياضية نظمها الأساسية اللي هي لا يكون هناك أي فاصل فيه. فالجانب التشريعي تم الاستقرار عليه في الفترات الماضية، اليوم نتحدث عن حتى نصل للاحتراف لابد أن تكون البوابة والأرضية والقاعدة الصلبة أن تكون من خلال إدارات تستطيع أن تكون قادرة على التعامل مع مفهوم الاحتراف. مفهوم الاحتراف مفهوم كبير تحتاج إلى جهات أخرى أن تكون معاونة، لكن في الأساس لازم عندنا تكون إدارة ليست تطوعية بالدرجة الأولى، إدارة تملك من الجانب التنفيذي، تكون مستقرة لا ترتبط بخروج رئيس مجلس الإدارة، بحيث أنها تكون هذه الإدارات مؤسسية أكثر من إدارات تطوعية. نعم، ممكن هذا حتى البعض يواجه أيضا شيء من الخلط في مسألة الأندية وعملها من مسابقات وخلافه، وأيضا عمل الهيئات بشكل عام هو وضع الاستراتيجيات. مثل ما ذكرت أنت مجلس إدارة اليوم يعمل يأتي غيره في مرحلة مغايرة، فالعملية عملية استدامة وتكاملية لا أكثر. نعم، وهذا اللي يعني إحنا ركزنا عليه أن تكون المحاور دائما ملامسة للشأن المحلي والاستفادة من التجارب الدولية، بما نحن يعني تنوع أفكارنا وتنوع حتى الطرق اللي ممكن والوسائل اللي ممكن نحن نستخدمها. جميل. في تصحيح ما هو موجود أو في زيادة ما هو موجود. جميل جدا. نعم. يعني خاصة من جانب علمي بحت يعني بالضبط. أكيد راح تكون النتائج. نعم. طيبة، جانب أيضا توعوي وتثقيفي كبير من خلال هذا المؤتمر. نعم، يعني تأكيدا لكلامك الأخ عيسى، اليوم من المتحدثين وخبرات المتحدثين. نعم. تم انتقاهم يعني جميعا يشمل يعني يحظى ضيوف على جانبين، الجانب الأكاديمي وهو من خلال المؤلفات اللي خاصة. نعم. بالجانب الرياضي، ومن جانب التنفيذي الكثير منهم عمل بمنظمات رياضية، فالأسماء التي قدمت الأوراق أسماء يعني لها من المكانة العلمية وكذلك المكانة من الخبرة، وهذا اللي احنا استطعنا أن نستقطب هؤلاء المتحدثين. أبرز الشخصيات اللي حضرت السفة في جانب الإدارة الرياضية كان معنا البروفيسور أميل بيلي، وهو يعني محاضر وعمل كثير من الفعاليات الرياضية، وهو محاضر في جامعة لوزان. نعم. وكان معه في الورقة الأولى الدكتور عاطف الرويضان، وهو مدير عام مدينة الحسين الرياضي من الأردن الشقيق، وكذلك له يعني خبرة كبيرة في موضوع إشغال المنشآت الرياضية وكيفية الاستفادة من إشغال المنشآت الرياضية. في الورقة الثانية كان معنا البروفيسور أندري، وهو يعني لا باع ورئيس فخري في جامعة السربون في جانب الرياض الاقتصادي. نعم. يعني دراسات الجدوى الاقتصادية فيما يخص الجانب الرياضي، يعني ارتباط. نعم. الاقتصاد بالرياضة. جميل. قدم أبرز ما تحدث فيه وأكد عليه من خلال مشاركته في هذا المؤتمر في جانب له علاقة بالتمويل. نعم. نعم. نعم، طرق في بشكل كبير على موضوع أنواع الهيئات الرياضية والأندية. نعم. حدد الأندية العريضة والأندية المشهورة ونسب الصرف ونسب المديونية وطريقة الصرف. قدم نموذج جميل، يعني يمكن احنا من خلال العرض اللي قدم. نعم. كانت هناك وقفة ولقطة تتحدث عن جداول قدمها في موضوع أن كيف الهيئات هذه تكون هيئات حربحة، وحددها يعني حتى فيها نماذج قريبة من واقعنا وواقع أنديتنا فيما يخص إيراداتها وما يخص مصاريفها. فإن شاء الله يعني هذه من الأمور اللي سيتم إن شاء الله من ضمن التوصيات تفنيدها بصورة أشمل، وكذلك التعامل معها من خلال قطاعاتنا في وزارة الشؤون الرياضية أو من خلال قطاعاتنا الأخرى
في الأندية بتكون. جميل. يعني نحاول نستفيد من هذه الورقة بما يعكس واقعنا الرياضي فيما يخص جانب الأندية في طريقة التمويل وطريقة الصرف. ويعني كان الحديث كثير أن في كثير من الأندية صحيح لديها إنجازات لكن كذلك مصروفها يعني يفوق كثير ما هو إرادة التحقيق. نعم. أيضا أنت تقود من خلال حديثك أستاذ فهد إلى موضوع التوصية سنأتي عليه لاحقا. ولكن أيضا عالم رياضي متغير. إحنا حتى نستفيد أكيد من سبقونا بتجربتهم الثرية والاحتراف أتحدث عن أوروبا. إلا أن هناك أيضا فساد كبير في الأندية يعني كبير تعود تتأخر في ذيل الترتيب. فبلا شك أنه هذه تحديات اليوم صحيح. كبيرة صحيح. واجهها صحيح. وأنت الأخ عيسى كأنك يعني شرحت الكلمة الافتتاحية. نعم. يعني الكلمة الافتتاحية إحنا أشرنا على المفاهيم ما طرأ اليوم على الهيئات الرياضية. الرياضة علم أصبح بذاته وحتى معاملاته المالية اليوم بالملايين تضاهي معاملات الهيئات الاقتصادية في البلدان المتقدمة. تكلم عن مليارات وصلت صحيح. اليوم مثلا فاقت موازنة الاتحاد الدولي لكرة القدم المليار فيها. فمعنى ذلك أن هناك عوائد مالية موجودة في القطاع الرياضي. الكلمة الافتتاحية احنا أشرنا أن رغم كل هذا التطور اللي موجود لكن يعني طرأ على مؤسسات دولية عريقة هناك من ناحية سوء الإدارة وتحت عنوان الفساد قد يكون وسوء الإدارة والمديونيات كذلك الأندية الكبيرة العملاقة. فإحنا في المقابل إحنا الآن نتكلم عن أن كذلك لابد أن نحن نعرف من جديد ونظهر من جديد جوانب اللي خاصة بالحوكمة جوانب خاصة بالشفافية. اليوم لابد أن هذا تعامل نعم أن تعالج ما ظهر وطرأ وشاب العمل الرياضي في الفترة الماضية وكان هذا في الكلمة الافتتاحية احنا اشرنا لها بوضوح وما ننظر عليه في الفترة القادمة. الحمد لله مؤسساتنا الرياضية ما فيها هذا الجانب لكن التوعية فيها وتجنبها كذلك في نفس الوقت يكون عامل مهم وهذا ما طرقنا له في أوراق العمل القادمة. هذا جانب مهم أيضا لمؤسسات القطاع الخاص لدعم أيضا موضوع قطاع الناشئين وهذا أتى أيضا في جلستكم الرابعة في المؤتمر. نعم احنا القطاع الخاص كانت من خلال مشاركتين. نعم. في الجلسة الثانية من خلال تواجد الأخ عبد الله تمان المعشني وهو نائب مساعد المدير العام للائتمان في بنك مسقط وتحدث عن مساهمة بنك مسقط في الرعاية الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الرياضي. كانت كذلك المشاركة وهم نعتبرهم من الشركاء في الوسط الرياضي معنا في عديد من الأعمال. القطاع الخاص كان له دور كذلك في الورقة اللي تفضلت فيها اللي هي ورقة الرابعة في موضوع الناشئين. وجدنا اليوم مؤسسة كعمال للإبحار كيف استطاعت أن تسهم إسهام كبير في رعاية النشأ بالجنسين وفي نفس الوقت كيف أنها تكون تحقق الكثير من الإنجازات من خلال رعايتها لمدارس التكوين في عمان البحار. كذلك كان مساهمة من شركة شل العالمية ونادي برشلونة في المشروع الثاني اللي شفناه اللي هو مشروع فوتبول نت اللي احنا في عمان الحمد لله يعني من الدول اللي نحظى بهذا البرنامج من باقي دول العالم وهو كذلك يرعى القيم ويرعى رعاية النشأ في هذا الجانب. كان في موضوع الناشئين كذلك حبينا نستفيد كذلك من تجربة أكاديمية التفوق في دولة قطر أسباير. وكان وجود مديرها العام اللي قدم أفكار وبنينا إحنا من خلال الآن هناك إن شاء الله بتكون أعمال مشتركة بين الوزارة وبين الأكاديمية في قطاع الناشئين. تعرف إحنا في الوزارة عندنا مراكز إعداد الناشئين وهو مشروع الوزارة يعني تطمح في تطويره. فهذه الأمور تعمل نوع من التوأمة نوع من التعاون والتنسيق بحيث أن كيفية الحصول هذا ما وجدناه في التوصيات أن كيفية أن العناية بالناشئين تكون وإيش السبل والأدوات اللي ممكن تقديمها لها. نعم المستقبل أكيد رياضة أيضا من جانب آخر على موضوع القطاع الخاص ودوره وتحفيز أيضا للدخول وأيضا القيام بدوره من خلال ما أيضا يعني يتلقاه من تسهيلات كثيرة من البلد. نقول يحتاج دائما إلى تطمينات لها علاقة بالشفافية المالية
بالضبط. الحمد لله احنا في القطاع الرياضي يمكن جوانب التمويل والرعاية والإعلان هي دائما هم شركاء معنا وتشاهد يعني دائما المبالغ اللي تقابل الرعاية تصرف في نواحي اللي خاصة بالترويج والنواحي اللي خاصة بالنشاط نفسه في دعم المسابقات. يعني اليوم عندنا تجربة عمان تل مع دوري المحترفين، فكذلك يعني الأمور واضحة وهي واطمئنان جانب القطاع الخاص أن المبالغ اللي تقدم حقيقة تصرف دائما وتوظف في المكان المناسب وهو المكان اللي خاص بتنفيذ الأنشطة وتنفيذ المناسبات. طبعا الهيئات الرياضية يعني تحتاج من حين إلى آخر لدعم مناشطها من خلال إيجاد موارد، والموارد تأتي من خلال الإعلان، من خلال النقل التلفزيوني، من خلال الرعاة، والرعاة يشمل جميع أوجه القطاع الخاص. جميل. أيضا شيء طيب وجميل كان حاضر في مؤتمر عمان الرياضي في نسخة الرابعة، ألا وهو مشاهدتنا لتجارب عمانية رياضية يعني نفخر بها، وإن شاء الله يكون أيضا قدوة ومثال طيب لنقول النشأ بإذن الله. نعم، صممت الجلسات بحيث أن تكون التجربة الشبابية تسبق ورقة العمل للعناية بالنشأ، وحبينا نحن في اللجنة المنظمة في الوزارة أن يكون لنا تواجد وإبراز نجومنا. حقيقة نجومنا حققوا العديد من الإنجازات العالمية وليس المستوى الإقليمي، فكان من الأولى أن نحن يعني يبرزوا، كذلك نستفيد في نجاحاتهم في الأوراق اللي يعني بتقدم فيما بعد. ولما كان هذا كذلك حديث الرئيس التنفيذي المدير العام لأسباير تحدث في حديثه، هو أن اليوم شفنا واستمعنا إلى تجارب علي الحبسي وأحمد الحافي، وهم تحدثوا عن المثابرة وعن الصبر لتحقيق ومشوارهم ولتحقيق النجاح. فكانت يعني تجربة حبينا احنا حتى كذلك نشيل الرتم للمحاضرات وللمتلقي المحاضرات، فكانت جلسة جميلة واتحفنا وتواجد الأخ علي الحبسي بالتواجد المباشر بالاتصال بالسكايب. هذا شيء جيد يعني هذا احنا عملناها كانت يعني نوع من المفاجأة للجمهور، يعني لأن كان الحديث ان هل علي بيحضر وعنده اليوم مباراة، هل علي بيكون موجود، كيف بيحضر وكيف هو أعلن عنا أنه يكون موجود، لكن احنا وجدنا علي وتواجد علي معنا يعني بصوته بي 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 هذا شيء يحسب للأمانة يعني المنظمين المؤتمر يعني هذه كانت من المفاجآت اللي احنا تركناها للجمهور أنه يتفاعل معه. وجود عماد الحوسني، نعم، وجود بركات الحارثي، نعم، وهو كان حقيقة بعد كذلك، نعم، وفاطمة النبهانية كانت على أساس أنها تكون موجودة، لكن وصولها للأدوار الدور الربع النهائي، نعم، حال عليها. هي كان وجودها يوم 17 كان يفترض أن تكون موجودة معنا، لكن توفقت والحمد لله أن توفقت، لكن غطوا الأخوان، نعم، وزملائها غطوا في هذا الجانب. جميل. على طار أيضا سكايب وأيضا تواصل الكابتن العزيز علي الحبسي، تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث الكبير، يمكن هذا من الأمور البارزة في هذا المؤتمر الأخ عيسى، أن حقيقة التغطية الإعلامية بكل أنواعها. في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لتلفزيون سلطنة عمان على نقل الجميل حقيقة والمتواصل لأعمال المؤتمر من خلال قناة عمان الرياضية وقناة مباشر، وهذا يمكن نحن يمكن من أوائل الهيئات اللي نحظى بهذا الجانب. نقدم لهم جميع الشكر لجميع الإخراج والكادر اللي قام بعملية النقل التلفزيوني. التواصل الاجتماعي كان له دور كبير وفاعل، وسجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة وتفاعل في اليومين هذيلا فقط في برنامج، وهو رقم كبير حقيقة ونفخر بوجوده. وهنا خارطة عالمية توضح قوة الإرسال. من أسبانيا كان دخول كبير للتفاعل مع الفعاليات، من بريطانيا، من دول الخليج، من العراق، كان يعني هذه الخرائط اللي قدموها الإخوان، وأنا ما أعرف إذا كانت موجودة معاكم ممكن كنا نشوفها. التفاعل كبير وشكر كبير للأخوة اللي قاموا بعملية الرصد والتواجد في وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك كانت الإذاعات الخاصة والإذاعة العامة كانت موجودة، والتغطية الصحفية المكتوبة كذلك. اليوم شاهدنا
في كل الصحف حقيقة، في عمان، في الوطن، في الرؤية، في الزمن، شاهدنا يعني تغطية، يعني نحن نقول لهم شكرا جزيلا على ما قاموا فيه. وأنا أعتقد أن من المكاسب اللي اكتسبها المؤتمر التواصل الاجتماعي. أكيد احنا ودنا نغطي حقيقة نقاط كثيرة لكن الوقت لأحكامه دائما. خلينا نروح على موضوع المعرض. قبل المعرض موضوع التوصيات، والناس دائما تحدث حتى التوصيات النسخة السابقة. نعم الحمد لله احنا التوصيات يمكن كثير من الحديث بعض الأحيان انه والله المؤتمر ما نشوف توصياته مباشرة. يعني نريد اللي نوضحه ان احنا الحمد لله في توصيات اللي رأت النور واللي كانت من الأهمية التعجيل فيها، اللي هو موضوع التشريع الرياضي. وهذا احنا مثل ما تقول تكلمنا عنه كثير، وصدرت فيه التعديلات الخاصة بالنظم الأساسية وإنشاء هيئة فض المنازعات. باللجنة الأولمبية العمانية. هذا الموضوع تم تداوله في المؤتمر الثاني والثالث، وكانت لنا قضايا والحمد لله تم حل الموضوع وتم الأمور فيه. هناك توصيات توعوية لا يعني ما ممكن تنفيذها بين حين وآخر، هي تأخذ وقت. والآن احنا الآن من خلال التوصيات القادمة هناك الفريق العلمي بيقوم بعملية تفنيد الأمور، يعني تفنيد التوصيات وتقديمها إلى الجهات. وبحيث أنها الجهات، لأن في أمور على سبيل المثال اليوم أحد التوصيات اللي في الإدارة مثلا على سبيل المثال، وإحنا عشان الوقت بس نتكلم عن موائمة مجالس الإدارات وتوافقها وكذا. كوزارة احنا لا نستطيع ان نتدخل مباشرة بهذا الأمر، احنا نوعي كون ان اليوم الاتحادات ذات استقلالية من خلال نظمها الأساسية. فهذه التوصية هي توصية نقدمها، لكن ما ممكن أن ننفذها كوزارة، لكن نقوم بالتنسيق مع الاتحادات بحيث هذا العنصر أو هذه التوصية على سبيل المثال أن تأخذ حقها في موضوع الاستفادة منها، خاصة أنها نوقشت وأن احنا نوصل لهذا الجانب. يعني هذا بسيط، لكن اللي أقدر اللي أخبرك أن احنا في هذه الفترة القادمة سيتم تباعا الإعلان عن التوصيات التي تمت وأين ذهبت. جميل. وتكون بيكون لها فريق متابع بحيث أن احنا الجميع يعرف أن التوصيات هي لن تذهب أدراج الأدراج ولا أن تكون يعني توصيات رنانة فقط، خاصة مع حراك ونشاط أيضا منصات التواصل الاجتماعي فهد. اليوم الكثيرين يسألون ما الغاية وما الهدف وما الغرض من الإطلاق وإقامة مثل هذا المؤتمر وحجم الاستفادة منه. نعم اليوم اليوم شاهدنا يمكن النسخة الرابعة أعطتنا دلالة كبيرة عن موضوع أهمية أن تكون لنا منصات حوار ومنصات مشاورة ومنصات. اليوم هذا الكم الكبير اللي نشاهده من الحضور، هذه كلها يعني تعلمنا على أساس تبادل الآراء، إلى جانب أننا نحتاج إلى كثير من الأحيان تبادل الخبرات الخارجية. ففوائد يعني المؤتمر كبيرة وكثيرة، ونتأمل إن شاء الله من الجميع أن يتابع ما يعني ما تصدر منها. في دقيقة سريعة إن شاء الله أكيد راح يكون لنا أيضا لقاء قادم، ويهمنا جدا أكيد تغطية المؤتمر والمعرض. نعم المعرض إن شاء الله يعني بالتواجد اليوم الافتتاح والأركان اللي خاصة بالاتحادات الرياضية واللجان وأندية وهيئات أخرى مساندة. كنت موجود أنا قبل ساعتين هناك، والحمد لله الأمور على قدم وساق، ومشاركة وتواجد كذلك من القنوات الإذاعية. توجد استوديوهات للنقل والتعريف بالرسائل اللي تطلع، وأيضا هناك ماركات عالمية أعتقد أيضا كل جديد له علاقة حتى بالأدوات. نعم هناك المحلات الرياضية الحالية، وفي محلات من خارج السلطنة بتقدم منتجاتها وتقدم أفكارها، وهي فرصة كذلك للأندية والأسعار إن شاء الله متناول. إن شاء الله هو يعتمد على التفاوض وعلى الأمور. أعتقد أنهم يحتاجوا إلى إيجاد دخولهم إلى السوق العماني، وهذه المعارض تعطيهم فرصة للتعريف بالمنتج، منتجهم للسوق والمستفيدين كذلك من المنتجات اللي تقدم. نعم أستاذ فهد بن عبد الله الرئيس المشرف العام على مؤتمر عمان الرياضي، شكرا جزيلا لكم، وأكيد نهنيكم على نجاح هذا المؤتمر والفال للمعرض إن شاء الله. إن شاء الله استمر لي ثلاثة أيام إن شاء الله من ابتداء من المساء اليوم وليوم 21، وفترات العمل بتكون من الساعة 9 صباحا للساعة 1 ومن 4 مساء إلى الساعة 8 مساء. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن إلى جولتنا الرياضية العربية والعالمية. هذه المرة تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، حيث يستقبل الهلال منافسه تركتور الإيراني في الدوحة ضمن المجموعة الثالثة وكأرض محايدة للزعيم.
وسيمنح الفوز صاحبه بطاقة التأهل مباشرة إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، كما أنهما سيتأهلان معا مهما كانت نتيجة المباراة بينهما في حال انتهاء المباراة الثانية بفوز الجزيرة على بختكور. يخوض الهلال السعودي مباراة قمة مع ضيفه تراكتور ساز الإيراني مساء اليوم بالدوحة القطرية في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على اعتبار ملعب الأول، حيث اختار الهلال إقامة مبارياته أمام الفرق الإيرانية في الدوحة. وكان الهلال قد عزز من حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني بفوزه على ضيفه الجزيرة بهدف نظيف في الجولة السابقة، وكان فوزه الثاني مقابل تعادلين. بالنسبة لنا فهذه مباراة مهمة جدا، وندرك بأنها مباراة حساسة لأن أولويتنا هي البطولة المحلية يوم الأحد المقبل، ولكن هدفنا الكبير هو التأهل إلى الدور المقبل وأن نكافح من أجل كأس آسيا، وأعتقد بأننا نستحق 12 نقطة في هذه المجموعة، وقد أضعنا 4 نقاط في المباراتين السابقتين أمام بختكور والجزيرة في اللحظات الأخيرة. مهمة جدا مباراة اليوم، ولكني أفكر في إراحة بعض اللاعبين وأثق في فريقي. تراكتور سازي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن الهلال، ومن جهتها فقد اختارت الفرق الإيرانية خوض مبارياتها في السلطنة، وسيمنح الفوز في مباراة الهلال وتراكتور سازي صاحبه بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة. واستعاد تراكتور سازي توازنه في الجولة الماضية بفوزه على ضيفه بختكور بهدفين للبرازيلي أغوستو سيزار وسعيد أغاي. لدي احتجاج واحد عن الاتحاد الآسيوي، أنه لم يحترم اللعب النظيف وسمح للسياسة أن تطغى على كرة القدم وروح كرة القدم الجميلة. كرة القدم مكان للصداقة، وهذه القرارات التي تغير ملاعب كرة القدم من السعودية وإيران تضع الاتحاد الآسيوي تحت التساؤلات، ونحن هنا للعب وللمتعة بكرة القدم. كما تعلمون الرياض وإيران آمنان، ولكن هذه هي النقطة التي أردت طرحها. نحن قادرون على استغلال كرة القدم لحل مشاكلنا جميعا، لكرة القدم لغة جامعة بين جميع شعوب العالم، وهنا تكمن جمالية كرة القدم. لقد شاهدتم في كأس العالم كيف يلتقي جميع شعوب العالم، وعلى الاتحاد الآسيوي أن يتبع هذه السبل. وفي مباراة أخرى يستضيف الجزيرة نظيره بختكور الأوزبكي مساء اليوم بملعب محمد بن زايد في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، ويدخل فخر أبو ظبي اللقاء بدون ضغوط بعد أن ودع المنافسة على بطاقتي التأهل للمرحلة المقبلة، حيث حصد نقطة واحدة من مجموع 4 مباريات بخسارته في 2 وتعادله في 1. تفاصيل أوفى من خلال هذا التقرير. تعتبر مباراة الجزيرة مع فريق بختكور الأوزبكستاني والتي ستقام بينهما على استاد محمد بن زايد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي ضمن مباريات الجولة الخامسة على مستوى المجموعة الثالثة في البطولة الأسيوية للأندية الأبطال، مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لفريق الجزيرة بعد أن فقد فرصة المنافسة للتأهل للمرحلة الثالثة، خاصة أن رصيده نقطة واحدة من 4 مباريات. الجزيرة يدخل مباراة اليوم بدون لاعبيه مسلم فايز وفارس جمعة للإيقاف، ولكن الفريق يتطلع للفوز لتحسين صورته في البطولة الآسيوية واستعادة الثقة، ليكون ذلك دافعا معنويا للفريق في مبارياته المتبقية في دور الخليج العربي لتحسين مركزه، وأيضا قبل مباراته الحاسمة أمام الشارقة في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وعن هذه المباراة قال تينكات مدرب الجزيرة خلال المؤتمر الصحفي أمس إنها آخر مباراة للجزيرة في البطولة الآسيوية على ملعبه، وإن كان الفريق فقد فرصته في التأهل
التأهل، إلا أنها مباراة مهمة والفوز فيها ضروري ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتخلى عن المركز الأخير من جانب، ومن جانب آخر لتكون حافزا للفريق واللاعبين لاستعادة الثقة في المباريات المتبقية في الدوري. وأكد مدرب باختكور الأوزبكي أن فريقه جاهز لهذه المباراة التي تعتبر مفترق طرق بالنسبة لفريقه، ولا بديل فيها عن الفوز ليتمسك بفرصته في المنافسة على إحدى ورقتي الترشيح للمرحلة المقبلة. وقال إن الفريق بالرغم أن نتائجه خلال الشهر الحالي في الدوري الأوزبكي ليست جيدة، إلا أنه سيحرص على أن تكون مباراة الجزيرة هي البداية لتحسين الموقف واستعادة الانتصارات. واصل فريق اتحاد الفتح الرياضي المغربي تمارينه في أوغندا لمواجهة سوبرت فيلا في الدوري الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفتح 7 أهداف نظيفة. ويمر الفريق المغربي بمرحلة جيدة تحت قيادة المدرب المغربي الشاب وليد الركراكي، حيث لم ينهزم في النصف الثاني من الموسم سوى مرة واحدة. كما احتفل النادي الأسبوع الماضي بمرور 70 سنة عن تأسيسه بحضور المسؤولين والمشجعين واللاعبين السابقين والحاليين. انتهت مباراة توتنهام وستوك سيتي بفوز الأول برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد بريطانيا ستاديوم ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي. وأحرز هاري كين لاعب توتنهام الهدف الأول لفريقه في شباك ستوك سيتي بالدقيقة 9، ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب ديلي، بينما أحرز الهدف الثالث اللاعب هاري كين، ثم أحرز الهدف الرابع اللاعب ديلي. وبهذا الفوز يرتفع رصيد توتنهام للنقطة 68 ويحتل المركز الثاني خلف ليستر سيتي متصدر الدوري برصيد 73 نقطة. نتابع تصريح مدربي الفريقين في المؤتمر الصحفي الذي جرى بعد المباراة. سنرى ما سيحدث وعلينا الإيمان بإمكانية تحقيق ذلك، وأعتقد إنه أمر جيد للبطولة أن نكون نحن خلف ليستر ونكثف الضغوط عليهم. وكان مشجعونا رائعين اليوم وهم فخورون بنا، وأعتقد أننا خطونا خطوة كبيرة من أدائنا في الموسم الماضي والموسمين السابقين كذلك. وأعتقد أن هذه فترة مثيرة للنادي، ونحتاج لمواصلة المسيرة على هذا النسق ومواصلة العمل الشاق والمحاولات، وكل شيء ممكن في كرة القدم، ونحن بحاجة لنكون جاهزين في حالة فشل ليستر في البقاء على الصدارة، وعلينا مواصلة الانتصارات مثل نصر اليوم والانتظار. نعم، نشعر بالطبع بخيبة الأمل بسبب أداؤنا اليوم، وقد كان فريق توتنهام مذهلنا الليلة وكان قويا وسريعا وأقوى من فريقنا مع مضي المباراة، ورغم ذلك كنا في وضع بوسعنا فيه تعديل النتيجة عند نهاية الشوط الأول، وقد حاولنا الضغط عليهم لكن ذلك كان لصالح توتنهام، فقد استغلوا مهاراتهم وقوتهم وسرعتهم الكبيرة، وعجزنا نحن عن التعامل مع هذا الوضع في هذه الليلة. يواجه مانشستر سيتي مساء اليوم نظيره نيوكاسل، وذلك في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة 27 من منافسات الدوري. اللقاء الذي سيقام على ملعب سانت جيمس بارك. وقبل هذا اللقاء يحتل المان سيتي المركز الثالث في سلم الترتيب العام برصيد 60 نقطة بنفس رصيد أرسنال صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف. في المقابل يحتل نيوكاسل المركز 19 برصيد 28 نقطة. ماذا قال مدربا الفريقين في المؤتمر الصحفي الذي سبق هذه المباراة من خلال هذا التقرير؟ نتابع. Well, I am very happy for the performance of the team.
طموحات فريقي في الفوز باللقب انتهت بمجرد إعلان النادي تولي بيب غوارديولا المسؤولية بدءا من الموسم المقبل. ليس من السهل على اللاعبين أن يعرفوا كل ما سيتم الموسم المقبل، كمثل اللاعبين الذين سيرحلون ومن سيتم التعاقد معهم. ليس من السهل الحفاظ على تركيز اللاعبين في ظل ذلك. في فبراير ما زلنا ننافس في كافة البطولات، كنا نتواجد في دوري الأبطال وأحرزنا لقب كأس رابطة الأندية المحترفة، خرجنا من كأس الاتحاد وكنا نتراجع بفارق 30 نقاط خلف المتصدر. اليوم سندخل اللقاء بكل حماس، ولاعبي فريقي مستعدين للمعركة، وسنحاول كسب النتيجة والتقدم في الترتيب. نعم، إنني أثق تماما بلاعبي فريقي. سنكون عند حسن ظن جماهيرنا وسنقدم مباراة كبيرة. مانشستر سيتي فريق قوي ولديه لاعبين جيدين، ولكننا سنكون في تركيز عالي. سندخل اللقاء وعيننا على النقاط 3 لنبتعد عن منطقة الهبوط. موقعنا في سلم الترتيب ما قبل الأخير، ولهذا السبب نشعر ببعض الضغوط. أعرب حارس بورتو البرتغالي إيكر كاسياس عن الأمل في نجاح فريقه القديم ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال الأندية الأوروبية، حيث أعلن كاسياس في لقاء مع الصحفيين عن مساندته لزملائه السابقين في الملكي مع جهودهم الرامية للفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأعرب عن سعادته بالسبع انتصارات المتتالية التي حققها الفريق، بما في ذلك الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على برشلونة، مما ساعده على تقليص الفارق بينه وبين خصمه اللدود إلى نقطة واحدة. كما أعرب كاسياس عن الأمل في التقاء فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال الأندية الأوروبية للمرة الثانية بعد لقائهما في نهائي بطولة 2014 والذي جرى بمدينة مانشستر الإنجليزية. Pues yo creo que eso es bueno de cara para todos, ¿no? Para el espectador, para los jugadores. Menos estoy un poco más contento porque algún gol hemos metido. Así que por eso mejor. Lo importante yo creo que estar ahí, en esas semifinales. Yo creo que habrá buenos partidos, hay grandes jugadores y obvio que va a ser difícil meterte en esa final. Ojalá esté el Madrid. Que sea el Atlético Madrid, bueno, al final estarán los que realmente se lo merezcan, ¿no? Pero si quieres, ¿por qué? Por la venganza de hace 2 años en Lisboa, puede ser bonito. أكد رئيس منظمة بطولات دوري المحترفين الأوروبية لكرة القدم لارس كريستر أولسون في مؤتمر صحفي تم عقده في العاصمة الإسبانية مدريد أن منظمته تعارض أي محاولة لتأسيس دوري الصفوة الأوروبي لكرة القدم. وقد عقدت المنظمة اجتماعا في العاصمة الإسبانية مدريد لبحث عدد من القضايا الهامة، وتحدث عقب الاجتماع رئيس المنظمة كريستر أولسون ورئيس دوري كرة القدم الاحترافية خافيير تيباس لأجهزة الإعلام عن عدد من القضايا التي تم بحثها في الاجتماع. وكانت أهم القضايا هي موقف المنظمة من احتمالية تأسيس دوري الصفوة الأوروبي الذي يتوقع أن تنحصر المشاركة به على الأندية الأوروبية الكبرى. وقد أكد الرئيس أن المنظمة تعارض بشكل تام تأسيس مثل هذه البطولة لأنهم يريدون أن تنظم البطولات على أساس المنافسات التأهيلية وليس على أساس الاختيار. أجرت وكالة الأنباء الرياضية مقابلة مع النجم السابق لمنتخب البرازيل لكرة القدم كافو أثناء زيارته لمدينة برلين الألمانية للمشاركة في حفل جائزة لوريوس العالمية لأفضل رياضي في العالم في العام. نترككم مع التفاصيل في سياق التقرير التالي. تواجد نجم المنتخب البرازيلي كافو وذلك أثناء زيارته لمدينة برلين الألمانية للمشاركة في حفل جائزة لوريوس العالمية لأفضل رياضي في العالم في العام. كافو تحدث في مقابلة أجريت له عن آمال البرازيل في الفوز بلقب بطولة كأس العالم المقبلة وعن النجم اليافع للمنتخب وفريق برشلونة نيمار. وأوضح كافو بأن البرازيل تعاني في الوقت الراهن من صعوبات في تصفيات أمريكا الجنوبية لمنتخب
مونديال روسيا لعام 2016، لكنه أعرب عن ثقته بأن منتخب بلاده سيتأهل للبطولة المقبلة وستكون لديه فرصة المنافسة على اللقب، وحذر من وضع كل مسؤولية منتخب البرازيل على عاتق نيمار، وقال أن هذه المسؤولية يجب أن يتقاسمها الجميع، ووصف نيمار بأنه أفضل لاعب في العالم ويجب أن تتاح له حرية ممارسة اللعبة بطريقته دون أي ضغوط. أما عن خروج برشلونة على يد أتلتيكو مدريد من ربع نهائي دوري أبطال الأندية الأوروبية، فقد وصف كافو ذلك بأنه أمر عادي، خاصة بأن النجاحات المتعددة التي حققها برشلونة في السنوات الخمس الأخيرة، وقال إن برشلونة هو أفضل فريق في العالم وسيظل فريق تخشاه كل أندية العالم. يستعد كل من رافائيل نادال وكي نيشيكوري لبطولة برشلونة المفتوحة للتنس، حيث يعيش نادال معنويات عالية بعد فوزه بأول بطولة أساتذة منذ فترة طويلة، ويحضر النجم الإسباني يحضر لبطولة برشلونة التي تنطلق هذا الأسبوع. الياباني كي نيشيكوري المصنف السادس عالميا فاز بلقب بطولة برشلونة الموسم الماضي والذي قبله، ويبدو أنه من المرشحين للفوز به هذا الموسم. وكلا اللاعبين لن يشاركا في الدوري الأول، حيث سيواجه نادال في الدوري الثاني الفائز من مباراة ممفيس ودانييل مونوز، أما نيشيكوري فسيواجه الفائز من مباراة تيمو دي باكر وإليا سيامار. تحدث نجم التنس المتقاعد والمدرب الحالي للمصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش الألماني بوريس بيكر عن هزيمة جوكوفيتش في بطولة مونتي كارلو المفتوحة وعودة رافائيل نادال إلى قمة لياقته وتحقيقه النصر التاسع في مشواره بلقب تلك البطولة، وعن المتاعب التي تجابه اللاعبة الروسية ماريا شاربوفا، وذلك في مقابلة معه في العاصمة برلين. بيكر أشار إلى أن بطولة مونتي كارلو هي بطولة على ملعب ترابي وهي أرضية مفضلة لرافائيل نادال، وقال أن نادال حقق معظم ألقاب على ملاعب ترابية، ولذلك فإنه يتوقع أن يكون أخطر خصم لجوكوفيتش في بطولات روما ومدريد وفرنسا المفتوحة. ومتحدثا عن الروسية ماريا شاربوفا الموقوفة حاليا بعد أن أثبتت الفحوصات تعاطيها لمادة الميلودونيوم المحظورة، فقد ذكر بيكر أنه معجب باللاعبة ويعتقد أنها خير سفيرة للعبة، وهو لا يريد الإدلاء برأيه في هذه المسألة لحين انتهاء القضية. سيطرت الصين وكوريا الجنوبية على فعاليات اليوم الأخير من البطولة الآسيوية للمبارزة المقامة في ويشي بالصين. كوريا التي تعتبر قوة عظمى في المبارزة على الصعيد الآسيوي فازت بذهبية فرق الرجال على حساب الصين صاحبة الأرض، وفي مسابقة السيدات فازت اليابان على حساب هونغ كونغ لتحرز البرونزية، بينما فازت الصين بالذهبية على حساب كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية أنهت البطولة متصدرة من حيث الميداليات بسبع ذهبيات و17 في المجموع العام. فازت أثيوبيا وللمرة الأولى في تاريخها بلقبي الرجال والسيدات في سباق ماراثون بوسطن الذي تم تنظيمه في المدينة الأمريكية. فاز الأثيوبي ليمي برهان بالسباق في ساعتين واثنتي عشر دقيقة وخمسة واربعين ثانية ليتقدم بسبع واربعين ثانية على مواطنه البطل السابق لاليسا ديسيس، بينما كان المركز الثالث من نصيب أثيوبي ثالث يماني أدهان الذي تخلف بثلاثين ثانية عن لاليسا، بينما فازت الأثيوبية أستيد بايسا بلقب السيدات. توج الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول في عالم التنس رجال والأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى سيدات بلقب أفضل رياضي ورياضية في العالم في برلين في حفل توزيع جوائز أكاديمية
لوريوس العالمية الرياضية التي تحتفل بالإنجازات البارزة لنجوم الرياضة من جميع أنحاء العالم. نتابع هذا التقرير. تجمع نجوم الرياضة من مختلف أرجاء العالم في حفل جوائز اللوريوس العالمية لأفضل شخصية رياضية في العام المنقضي الذي تم تنظيمه ليلة البارحة في العاصمة الألمانية برلين، وتم اختيار المصنف الأول والمصنفة الأولى للاعبي ولاعبات التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش والأمريكية سيرينا ويليامز كأفضل رياضي ورياضية عام 2015، وذلك حفل اللوريوس العالمي للجوائز الذي جرت فعاليته أمس الاثنين في العاصمة الألمانية. المصنف الأول عالميا للاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي تأهل عام 2015 إلى نهائي كل البطولات الكبرى الأربعة في الموسم، تم اختياره كأفضل رياضي في العام وذلك للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في مشواره. وكرس جوكوفيتش جائزته لكل من نيكي لاودا الذي كسب جائزة الإنجازات مدى العمر والراحل يوهان كرويف الذي كسب جائزة روح الرياضة، حيث لعب في مشواره الحافل بالإنجازات مع فريق أياكس وبرشلونة فضلا عن المنتخب الهولندي، واستلم جائزة ابنه جوردي. وكسب منتخب الرغبي النيوزيلندي جائزة أفضل الفرق بعد فوزه بلقب بطولة كأس العالم للرغبي التي جرت شهر أكتوبر الماضي في إنجلترا، كما كسب الجناح الطائر للمنتخب النيوزيلندي دان كارتر لقب أفضل عودة في العام وذلك بعد تخطيه لإصابات متعددة ليقود منتخب بلاده للفوز بكأس العالم. وتغيب كارتر عن الحفل كما تغيب أيضا الفائز بلقب بطولة الماسترز الأمريكية للغولف الأمريكية جوردان سميث الذي كسب جائزة أفضل اختراق في العالم. المصنفة الأولى عالميا للسيدات التنس الأمريكية سيرينا ويليامز التي لم تشارك هي الأخرى في الحفل استلمت جائزة أفضل رياضية في العالم في العام وذلك للمرة الثالثة في مشوارها وذلك بعد فوزها في 2003 و2010. أعلنت محكمة بريتوريا العليا بأن العداء أوسكار بيستوريوس سيصدر الحكم في حقه بين 13 و17 من يونيو القادم، حيث يواجه حكما في قضية القتل والذي استؤنف بأن يكون القتل غير المتعمد. وحضر أوسكار للحظات قصيرة في المحكمة العليا بينما اختار قاضي المحكمة العليا فترة 5 أيام في يونيو بين 13 و17 يصدر الحكم في حق العداء الذي قتل صديقته ريفا. نجح جولدن ستيت في الفوز على هوستن روكيتس بنتيجة 115 مقابل 106 في الدوري الأمريكي لكرة السلة. ورغم غياب نجمه الأول ستيفن كاري نجح جولدن ستيت واريوز في الفوز على ضيفه هوستن روكيتس في المباراة الثانية من إقصائيات الرابطة الأمريكية لكرة السلة. وقد غاب ستيفن كاري عن المباراة الثانية لفريقه جولدن بسبب آلام في الكاحل شعر بها خلال الإحماء. فاز لوس أنجلوس في المباراة الثالثة ضمن إقصائيات الدوري الأمريكي لهوكي الجليد على سان خوسيه، حيث سجل تانر بيرسون في الوقت الإضافي ليمنح لوس أنجلوس كينغز الفوز بهدفين لهدف على سان خوسيه شاركس. Marcus Johansson was camped in front. Well, if they're taking away the other elements of the capital. إلى هنا ونأتي لختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الحدث، على أمل إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرجنا بدر العميري، في أمان الله.